وإلى قطاع غزة، حيث افتتح الرسام الفلسطيني محمد الدلو وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة معرضه الفني الذي أطلق عليه اسم الأنمي حياتي في قرية الفنون والحرف غربي قطاع غزة. وحضر حفل الافتتاح عدد من الفنانين القدامى والشباب، فيما تركزت معظم اللوحات على فن الرسوم المتحركة الذي يحترفه هذا الفنان الشاب. يعرض الفنان الفلسطيني محمد الدلو في هذا المكان أكثر من 100 لوحة رسمها خلال السنوات الماضية في تحد لإعاقته كما يقول. محمد ذو 20 عاما واكب في لوحاته الفنية المعروضة الأحداث الدائرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالإضافة إلى لوحات فنية أخرى. إن شاء الله يعني إذا كان في إقبال وفيز على الأسماد إن شاء الله بعمل معاه الجاية أحسن منه. محمد يدير حاضنة المواهب لذوي الإعاقة في منتدى الفن الفلسطيني ويطمح لوصول لوحاته لمعارض خارج غزة في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر.